أهلا بكم من جديد. نبدأ النشرة كالمعتاد من الشأن المحلي، حيث رخص مركز البحرين للمستثمرين خلال أسبوع ل 128 شركة جديدة تعمل في مختلف الأنشطة التجارية والصناعية في المملكة، والممتد من 19 ولغاية 25 من أغسطس الجاري. وقد بلغ إجمالي رؤوس أموال الشركات الجديدة أكثر من مليون دينار، مع تسجيل 122 سجلا نشطا دون ترخيص وست شركات نشطة. وقد أظهرت بيانات موقع سجلات التابع لمركز البحرين للمستثمرين تسجيل مصنع الكوكب الأخضر للفحم برأس مال يبلغ ربع مليون دينار. وبحسب بيانات سجلات، فإن الشركة لا تزال في طور استكمال الحصول على التراخيص لمزاولة النشاط. وبشأن الشركات النشطة، ذكرت بيانات المركز بأنه تم تسجيل ست شركات برؤوس أموال بلغت 100,000 دينار، كما تم الترخيص لشركتي مقاولات وتسويق برأس مال 10,000 دينار لكل شركة. في خبر آخر، حقق قطاع الاستثمار صافي أرباح تجاوز 141 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري 2017، وذلك بزيادة نسبتها 34% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2016. وقد جاءت مجموعة بنك ABC المؤسسة العربية المصرفية في المرتبة الأولى من حيث الأرباح المتحققة في النصف الأول من العام الجاري، مشكلة 27% من إجمالي صافي أرباح القطاع، حيث بلغت 102 مليون دينار. وقد حل بنك انفست كورب ثانيا بنسبة 22% من إجمالي صافي أرباح شركات الاستثمار المدرجة في البورصة، حيث حقق ربحا صافيا بلغ أكثر من 84 مليون دينار دولار، فيما سجلت مجموعة البركة المصرفية المرتبة الثالثة بنسبة 18% من إجمالي صافي أرباح شركات الاستثمار المدرجة في البورصة، لتحقق ربحا صافيا وصل إلى 70 مليون دولار. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم، ونبدأ بالسوق المالية السعودية والتي أغلقت عند مستوى 7225 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.28%. وبالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6914 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.42%. ونأتي لأداء سوق أبوظبي للأوراق المالية والتي أغلقت عند مستوى 4479 نقطة كما هو موضح على الشاشة بانخفاض بلغت نسبته 0.31%. ونأتي أخيرا لأداء بورصة البحرين، حيث أقفل المؤشر العام عند مستوى 1302 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0%. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1,494,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 440,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 23 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الشركات المقفلة، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 73.29% من القيمة الإجمالية للأسهم.